مش يا دكتور امين يا دكتور امين الاخوان بحتلنا واحد بيمثل ان هو زميل لينا وصاحب معاه زينا هنا وبنيجي نتكلم بسكتنا احنا ما عندناش عايزينه في وسطنا هنا عبد السلام بيه عبد السلام بيه مش عالي وبيدعي ان هو صاحب معاه زينا ورانا في كل مكان نروح للخارجيه نلاقيه نروح لمجلس الوزراء نلاقيه لا معانا وياخد معاه زينا لا ما بياخدش انت بقى تتبع لعبه ما بياخدش وتبع الحيط بالخرا ما بياخدش طب الحيط يا اسمها وركز بتاعك معاه كل ما نيجي نتكلم بسكتنا هو بيجيب الطريقه ديت يعني الحاج كل ما يجي ما نتكلم يسكت لا لا ما احناش عايزين نخوض ده بعيد يا عم جامد عنا نتكلم ولا نتكلم ابونا ده معلوش سعد معاه زي زيك يا حبيبي وانا دخلت سعد معاه زي زيك وليه عيبه بكسر غريب عيبه بمخبوكم ولا من ولا من الصوره ده ما نموش يعني انا مش عايزين انا جامد عنا يا عم جامد عنا خالص طب اهدى بس شويه ما عدناش نشوفه يا عم اسكت طيب روحنا من الصوره ورانا هتجينا من الصوره ورانا مسلطينه علينا اللي هو عبد السلام مش هالي ده بتاع المنوفيه ده بقول لك انا من الحزب الحاكم كل ما اتكلم بقول لك انا من الحزب الحاكم مين عبد السلام